احنا عندنا خيارات عصبيه جدي. بس انت الحق عليك ربة منزل او كثير، بس ما بعرف العدد. طب يلا خلينا على الاربعه اخر شيء. يعطيك العافيه. عافية قلبك. عارفين عن اسمك؟ سمر. سمر، سمر انت شو بتعملي بالحياه؟ اول شيء ربة منزل. حلو. عندك اولاد اكيد؟ ايه. خليلك يا بنت. رب الله يسلمك. خليلك اياها. طب اليوم نحن عاملين مسابقه، بدي اسالك ثلاث اسئله، معنا جوائز، كل سؤال عليه جائزه. تمام. ما هو اعلى جبل بالعالم؟ تمام. اول شيء عندنا خيارات، نحن ايفرست ولا جبل الاربعين ولا قاسم؟ لا ايفرست. برافو برافو. هي اول جائزه لحضرتك. تفضلي. كم فستان بدلت نجوى كرام باغنيه خليني اشوفك بالليل؟ اوه كثير، بس ما بعرف العدد. ما بتعرفي العدد؟ لا بس كثير بدلت. عندنا خيارات. هذه الخيارات لنشوف. عندنا اربعه وخمسه وسته. شو انت برايك؟ اربعه وخمسه وسته؟ ايه. خمسه. خمسه؟ متأكدة؟ نشوف. هي بدلت كثير بس ما بعرف بالضبط قد ايه يعني. طب احذري هذا السؤال رح ناجله. تمام. اجلي يلا. طيب اجلي ان شاء الله ما بتاخر كثير. طيب طيب رح اسالك كمان عن اعلى برج بالعالم، هل هو برج دمشق ولا برج خليفه ولا برج يلبغا؟ برج خليفه. خليفه برافو. هي كمان جائزه ثانيه. بنرجع للسؤال الثاني، لازم تكوني فكرتي فيه. يعني هات اسئله فنيه لنشوف. استنى نجوى كرم. معلش طب خليها على السته لانه هي لبست كثير بالغنيه فساتين. خطا. اربعه. أقول لكم أربعة؟ أنت قلتي أربعة خمسة ستة. مو حزارة، مو حزارة. طب يلا خلينا على الأربعة آخر شيء. خطأ. كمان خطأ؟ خطأ. فستانين. فستانين معناتها إذا مو أربعة ولا خمسة ولا ستة. لا هنو الخيارات أربعة وخمسة. بس أنا قلت لك خمسة قلتي لي غلط. قلت لك ستة قلتي لي غلط. بلا أول شيء قلت لك خمسة. بس مين حضرتك؟ هلا أنا أول جواب جاوبتك خمسة، قلتي لي غلط. طيب بس لنشوف الشاب شو حضرتك؟ بس شفتك عم تسألي السؤال فأنا حابب أشارك. في مشكلة يشارك؟ لا يشارك. تفضل. طيب تفضل. سمعت السؤال الأخير؟ إيه. كم فستان غيرت نجوى كرم؟ كم فستان؟ ستة. ستة. برافو. برافو صح. صبية ما كانت عم تعرف الإجابة. أنا قلت لك ستة بيبي. أنت قلت لي ستة؟ إيه لك ستة قلت لي غلط. شو هو ستة؟ لا أنا قلت لك ستة قلت لي غلط. بعدين رجعت هي اعتذر مني. قلت لك خمسه. قلت لك لا قلت لك خمسه سته. ما انتبهت والله بس غلط يعني اربعه وخمسه. مشان ربحت هي قسط لسياره دفعه اولى، انت بتكفي الباقي. هي جائزه هي كانت يعني للاسف راحت للصبيه. بس شكرا. ما عرفت تجاوب. شكرا. خلصوا الاسئله. وانا كنت حابه انه تربحي انت معنا السياره. نحن بس انت الحق عليكي ايه لانه انا جاوبتك اول شيء خمسة قلتي لي غلط. قلت لك ستة قلتي لي غلط. قلت لك معناتها أربعة. ماشي سألك سؤال. شو برجك انت؟ انا عصبية عصبية جدا. طيب نحن بتعرفي انه نحن عم نعمل معك مقلب الشاب معنا؟ انا في على ماريا. اهلا وسهلا. الشاب يزن صديقنا معنا بالبرنامج دائما بيكون معنا، فنحن حبينا بس نمزح معك نسبة صغيرة. انا عم بعمل يعني انت عم تعملي مقلب هلا وهذا كلياته مقلب. تجوائز مالا. لا 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 هدول إليك. ربحوني سيارة على رأسي. بكرة بعملكم فيها تفتيلة. ماشي. هو الظرف مع يزن فاضي. نحن ما بنهدي شيء، ما بنعطي شيء. لا يزن، لا يزن انه كيف هيك دغري دحش حاله فاضي بالشغل يعني وبدي شارك وما بعرف شو. ايه لا اول شيء ان شاء الله الله يعطيكم الف عافية. اول شيء وثاني شيء حلو المقلب يعني. لا مقلب شوية جوائز حلوة عن جد حبيبتي. خليلي هلا يا اهلي. انت جاوبتني 209. انا؟ لا بس فكرتك تعرف الاجابه. بتحب هذا المجال؟ كثير. او تكون من ماركه مهمه؟ صح. صح بالظل الطويل. تمام. قديش كان طول الظل؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. عرفنا عن اسمك. انا محمد. محمد انت شو دارس؟ عم بدرس بزنس تجاره واقتصاد. حلو. برافو. بتحب هذا المجال؟ كثير طبعا. تمام. هلا بدي اسالك ثلاث اسئله هنون ما خصهم بمجالك. تمام بس رح اسالك اياهم. تمام. بدي اسالك اول شيء اعلى برج بالعالم شو هو؟ برج دمشق ولا خليفه ولا يلبغا؟ خليفه. خليفه. برافو شاطر انت كنت بالمدرسه. هاي جائزه اولى. شكرا. قناه اطفال اعتمدت على الكوكب بتقسيم فئاته، سبيستون ولا ام بي سي 3 ولا طيور جنه؟ سبيستون. برافو سبيستون. كثير كانت قناة ظريفة صح؟ صح عن جد. طيب هلا نحن السؤال الأخير هو الحاسم.
هو ممكن تربح معنا دفعة أولى للسيارة، ممكن تربح غسالة، ممكن براد، يعني قصة دفعة أولى ويتكون من ماركة مهمة. برنامج أطفال كان اسمه صاحب الظل الطويل. تمام. قديش كان طول الظل؟ معنا خيارات. تمام؟ هل كان 205 ولا 215 ولا 209؟ 209. متأكد؟ يعني متأكد. 209؟ 209. بنثبت الإجابة؟ بنثبت الإجابة. ثبتونا الإجابة يا شباب. خطأ. ليش عارفة؟ أهلين. سمعت السؤال الأخير. أنا طالب شاب. في مشكلة إنه شارك الشاب معنا؟ لا لا خلاص. شو اسم حضرتك؟ يزن. يزن، أنت شو دارس يزن؟ تجارة واقتصاد. تمام. طيب رح أسألك هذا السؤال، إنه برنامج أطفال صاحب الظل الطويل شو كان؟ قد إيه كان طول صاحب الظل الطويل؟ 215. متأكد؟ الشاب هون ما عرف الإجابة. أنت جاوبتني 209. أنا؟ ها؟ لا، شوي 209. طيب نحن بدنا نعتذر. لا والله ما سمعتك. أنا هلا شفته للشاب. طيب بدي أعتذر منك يا محمد لأنه إجابتك غلط، وإجابة الشاب هون شو كان اسمه؟ يزن. يزن هو اللي فاز بقصة دفعة أولى لسيارة، هي بي إم. بي إم. يزن هو أفكر إني غلط. دفعة أولى، بتكون دفعة الأولى هي الدسمة أكثر شيء. ما بعرف. لا بس حتى إذا نقلتك أنت، إذا قلتلك بحالك ما قلتلك بحالك. لا بس كدك بتعرف الإجابة. والله الصراحة أنا ما بعرف، ما شفته. لو نقلك يعني كنت أكيد بعطيك الجائزة. ما شاء الله، كان عارف. أهلا وسهلا فيك يزن. مبروك عليك. طيب محمد، بدي اقول لك اسفه، بعتذر يعني. طيب انا بدي اقول لك انه نحن عم نعمل معك مقلب صغير. او يزن ما ربح لا بي ام ولا شيء. ما ربح يزن. يعني معكم يزن معنا. تمام. هو خسر، ما ربح شيء، دائما خسران يزن. بس وين راح؟ عليكم. اهلا استاذ يزن. يزن تخيل ربحوا بي ام. مش بلا بيطلع لك، بس ما بعرف يعني، ان شاء الله بصير معك. عم يكبر. نعم؟ عم يكبر. هي جايزه لا. انت معك اكبر بدون سياره ولا مع سياره؟ فالجائزه لمحمد صح؟ خلصنا. احنا مو بعرف. طيب زعلت منها محمد؟ لا بالعكس، ما لازم. ميرسي كلك ذوق. شكرا. شفتها جاوبت غلط، قلت بجاوب انا صح. يعني بعد الاثنين بس انا ما رديت عليك. كسبت. شوفني على القليله. ان شاء الله بس يكون عندك اولاد. حطوا لا 2000 قلبنا يعني باعوبة بتراب المصاري. ايه. طب بس هو وين طحش على مقابلتنا؟ والله قاعد اهرب. مرحبا، شو اسمك؟ لما. لما، عاشت الاسامي. لما شو دارسه؟ شو بتعملي؟ شو مدرسة لغة عربية. يا عيني، انا كثير بحب اللغة العربية. لما، نحن في عنا مثل مسابقة صغيرة، هن 3 أسئلة، كل طبعا. سؤال بتربحي عليه جائزة، وثالث سؤال بتربحي عليه هي الجائزة الكبيرة ايفون 14 برو ماكس. تمام؟ 256 وحركات وكذا. أول سؤال. لميا. لما. لما؟ لما. في مثل بيقول مراية الحب. لميا ولا عميا ولا ساميا؟ عميا. عميا. برافو عليكي. تمام. ربحتي معي أول جائزة. تفضلي. ثاني سؤال بيقول مين هو مؤسس شركة أبل؟ ستيف جوبز ولا أينشتاين ولا أديسون؟ ستيف جوبز. تمام. برافو عليكي. هاي الجائزة الثانية. هاي ثالث سؤال بدنا نركز فيه كتير 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 منيح. انعمل مزاد علني لحذاء ستيف جوبز، تمام، اللي هو مؤسس شركة أبل، فهنين قدروا تمن هذا الحذاء ب 80,000 ولا 100,000 ولا ب 2000؟ 100,000. للأسف غلط. كان لازم شوي بس شوي نركز بالجواب. لا هو غلط، معنا 100,000 وخسرتي معنا. لا ولا يهمك. تفضل. شو التدخلات؟ معلش نوقف هون لو سمحتي. لما انا شعبالي شارك. انا شعبالي شارك. شو اسمك؟ اسمي يزن. يزن رعبتني بس. لا تواخذين. لا ولا يهمك. ان شاء الله يكون عندك اولاد. شو؟ ان شاء الله بس يكون عندك اولاد. لا والله. لا تواخذين. يزن انت سمعت السؤال؟ اي سمعته. ارجع عدلك يا. لا قديش انباع بوط هذا تبع مؤسسة شركة حذاء؟ اي حذاءه. حطوا 80 ولا 100 ولا 2000؟ لا 2000. قلبنا يعني. انت حضرت ال طبعا كانوا فاتحين لايف. برافو عليك يا زان، انت ربحت معنا ايفون 14 برو ماكس. شكرا. يقلب هذا الظرف في كل شيء معلومات، في كل يوم تستلمه امتى ما بدك. اكيد 2000 بالمنطق 2000؟ ايه هو اللي منه. والله برحة مرحك عارف. لا والله بعوبة بتراب المصاري. ايه. طب بس هو وين طحش على مقابلتنا؟
وين المشكلة؟ انت صحيح كيف تتحشى مقابلة؟ ايه شفتها جاوبت غلط، قلت بجاوب انا صح. يعني بعد الاثنين بس انا ما رديت عليه. مين عمل لك اثنين؟ انت عملت له اثنين؟ كان عم يغششني. انت ليش تردتي؟ انت غششتها؟ معقول غششها يعني؟ يعني الي جاوبتي غلط. انت جاوبتي غلط بس كمان انه انت كيف بتغششها؟ طب على فرض انا غششتها بتردي عليه؟ انت صحي كيف بتردي عليه؟ لا انا ما رديت عليك. ما توثقي بحد يعني رعبتني ومغششه وربحت الايفون وشو بدي احلى من هيك؟ وكسبت وشوفني على القليله. ان شاء الله الف مبروك. شو بدي اقول لك؟ يعني ما فيني اعمل شيء، نحن عم نصور وهيك. اهلا وسهلا. لا والله انا رايح يوم ما يوم. سمعت شو قالت لك؟ تعال رد عليها للمحشوه. قال يوم معك ويوم ما بدها. ان شاء الله الف مبروك. شو رايك لما؟ مبروك عليه. انت ما بصير اول شيء تردي عليه. لا لانه هو لعبني انا عم بدي له تليفونه. لا هو اكيد عم يمزح. لا حيعطيني اياه. مين هذا اللي لابس احمر؟ انا. شو قلت لك؟ هو اكيد عم يمزح. لا لا بلاك وشكله رح يجي يعطيني اياه. والله ليكي لو فيه شيء من عيونه يزن معنا اول شيء. بس من يعني معقول يكون في ايفون وخليه هون ولا اخذه واهرب؟ بس شو الجواب الصح؟ الجواب الصح هو بقدر ب 80,000 دولار. يعني انا قلت صح؟ لا انت قلت 2000. لا قال 2000. هو انت جاوبتي 100,000 وهو قال 2000. يعني لا انا لا انت خلص خدي هات الايفون لإلي. لما ان شاء الله يكون هيك خفيفين عليكي وزراف وحبيتينا. اكيد حبيتكم موفقين. دخل المكس لمنين. باي 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 باي. هاي ابني بيطلع. ايه انا هاي ابني بضلني حاطط هلا. فيهم يعوضوني تعويض مادي وما استلمه؟ لا يا الله. مامي شارك مامي شارك. ما بتعرف شو بروما؟ ايه ما بدي اياه. ما بدها؟ بدي مصاري يعني. هات الظرف قول لها معك. مرحبا شو اهلا رباب النوري. رباب عاشت لسان. رباب شو دارسه؟ رياض اطفال. رياض اطفال حلوه. لك مرعب الاطفال وكذا. لا والله. طب منيح. اقول لك شو هي المسابقه رباب. اول شيء انا بدي اسالك 3 اسئله تمام. كل سؤال تربحي عليه جائزه. ثالث سؤال هي الجائزه الكبيره ايفون 14 برو ماكس. طبعا بعدين بقول لك شو التفاصيل. حنبلش باول سؤال. تمام. ريدي؟ يلا. في مثل بيقول بالتأني سلامة وبالعجل ندامة. ولا يمامة ولا شم؟ لا الندامة. اه سريعة. تمام برافو عليكي رباب ربحتي معنا اول جائزة. تفضلي. تمام. ثاني سؤال. بتعرفي اغنية بيبي شارك دو 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 دو؟ طيب هي اغنية لمين؟ يعني لمين طالعة؟ للاطفال ولا للشباب ولا للختايرة؟ للاطفال. للاطفال. برافو عليكي. ما توقعت الأسئلة سهلة. ما شفتي انت لك؟ لا عادي. هلا ثالث سؤال هو اهم سؤال ولازم كثير تركزي فيه. هو كم مرة قالت كلمة دود 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 لي؟ شي 1000 مرة. رح اعطيكي خيار. الخيار الاول هو 80، الخيار الثاني هو 90، والخيار الثالث 151. بعتقد الثاني. الثاني اللي هو 90. ما بعتقد 195. لا 151. 80 190. 90 انت يعني. هيك بعتقد. ثبتنا خلص. اكيد متأكدة؟ لا لا صح غلط. هو عايدين متعزيها كثير بس ما بتوقع هذا الرقم 151. بس هلا يعني قلت لك ركزي بس شوي. كنتي بتشوفيني عم بغمزك وكذا وحركات. تفضل. ايه تفضل معلش نوقف هون لو سمحتي. شو اسمه؟ يزن. يزن انت سمعت السؤال؟ شو هو؟ انه كم مره قالت دو 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 مدري شو. بتعرف هالغنيه؟ ايه. تمام. بتعرف كم مره قالت؟ ايه انا حي ابني بضلني حاطط له اياها الان. ها؟ ابني بضلني حاطط له اياها. الله كم مره قالت؟ 151 خيار رقم 3. وحاولت نقلها اياها للصبيه بس ما ردت علي. قالت لك خيار ثاني. قلت انه 151 يعني هي الغنيه اصيله. انا حاولت ساعدها بس هي ما ردت علي. عم تنقلها من وراي؟ شو رايك ما اعطيك الجائزه؟ ما بتعملي اياها. يزن ان شاء الله الف مبروك. ربحت معنا ايفون 14 برو ماكس. بقلب هذا الظرف في كل شيء معلومات. فيك اليوم تستلمه. تمام. انا فيني فيهم يعوضوني تعويض مادي وما استلمه؟ يعطوك مصاري بدالها. شو الطمع؟ ما فيني يعني 14 برو ماكس. ايه ما بدي اياه. 52 خطين ومجمره. ما بدي اياه. ما فيني يعطوني مصاري. شو انتك احلى من هيك؟ ما بدك؟ بدي مصاري يعني.
هات الظرف ولا معك. الله يسامحك. لا عم بمزح. ان شاء الله الف مبروك. كل شيء كل شيء منكم خير وبركه. دخيل قلبك. شكرا كثير. مقدم من يلا تي في. شكرا لك. يلا باي. يلا باي. رباب ما انه عليك تركزي شوي. ليش ما ركزت؟ يلا المرة الجاية. هاي ابني بده يطلع. تفضل على الكاميرا. تفضل. مرحبا. شفت شو امك خسرت ايفون 14 برو؟ يا الله. شفت؟ والله انحرق قلبي عليها. طيب شو السؤال؟ السؤال هو انه كم مرة قالت كلمة دودو ببيبي شارك؟ كلمة بيبي شارك. انت حافظ؟ عدة. حافظها الغنية؟ شي 150. 151. حافظها الغنية؟ ايه. غني لي اياها. ما غني. لا. بركي بحط ايفون ثاني. ليك صار معك بدل ايفون. طيب. بيبي شارك دودو بيبي شارك دودو بيبي شارك دودو بيبي شارك مامي شارك دودو مامي شارك دودو مامي شارك دودو مامي شارك دادي شارك دودو دادي شارك دودو دادي شارك دودو دادي دادي شارك الله ما شارك دودو يا هلا حسيتي شو نحن عاملين معك هيك ضرب صغير صغير كتير. ايه تمام. تفضل استاذ يزا. الضرب كان التالي انه الظرف فاضي. ايه تمام. بس انت ليش ما هلا هيك صار الضرب امس فيها فيه بالولد. حرام قنع ايفون. لا خلص لك ايفون بعيوني. حاضر. انت خيرك لبرا. انا وين رحت؟ ليش ما فسدتي عليه ليزان انه نقلي غلط؟ يعني هي ما تنقلت مني. انا ما بحب غش. الخيار الثالث هي ما ردت علي. قالت الثاني. ما بحب غش انا. ما عندي انك ما رديتي عليه. طيب. لا يعني حسيت هيك انه تدخل. قلت لحالي لا ما بدي يعني. طب والله العظيم يعني اليوم ما حدا معبرك يا زلمة. نورتينا. وان شاء الله يكون مزحة لطيفة يعني. لا أهلو. ما تكون إغلاظ عليك. لا أهلو. والله يحمي لك يا رب. تسلمي. شكرا كثير. إلا باي باي على الكاميرا. باي.